عشان تعرف ان الزمالك ده غريب، حالة فريدة. اي انجاز لازم يطلع من عنده، هو لازم يكون انجاز عجيب، زي ما خد قبل كده افضل نادي في العالم في شهر فبراير في تصنيف الفيفا، ما حدش عملها قبل. افضل نادي في العالم يا على كل الاندية اللي انت تعرفها دي في البلاي ستيشن، هو كان افضل نادي الزمالك. لازم يعمل حاجة عجيبة، ما هو نادي عجيب ملكي غريب. بطولة فيها كريم بنزيمة صاحب البالون دور وافضل لاعب في العالم واسطوره ريال مدريد واسطوره عالميه، كان بيلعب الانديه كلها لوحده. وفيها كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكوكب الارض في كل الالعاب وفي كل الرياضات وكل البطولات، وحد مش طبيعي. وفيها بنزوفيتش وميزوفيتش وميزكراندو وبيشبلاندو واسامي غريبه من كل انحاء العالم جايين بفلوس وملايين. وهداف البطوله دي، البطولة العربية، هدفها السيد جاد الرب نيمار من الزمالك. يلا نزل 8 دقايق، 8 دقايق بقى هداف البطولة العربية اللي فيها كل الأسامي اللي قلت لك عليها دي بالملايين دي في 8 دقايق. الزمالك غريب وبيعمل إنجازات غريبة، عشان كده هو الملكي، صفوة المجتمع. دي حاجة مش بتاعتنا والله، دي حاجة احنا اتفرضت علينا.